مرحبا يا أطفال، اليوم سنقوم بدرس جديد وهو الخطوط المنكسرة. ما هو الخطوط المنكسرة؟ وما هي الخطوط المنكسرة يا ترى؟ هي عبارة عن خطان مائلان متقابلان. عندما يكون هذا خط مائل وهذا خط مائل، عندما يتقابلان يصبحان خط منكسر، وهو هكذا 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 هكذا، يصبح اسمه الخط المنكسر. سنقوم بأول تمرين. وما يقول هذا التمرين؟ أكمل رسم خطوط الصندوق. الصندوق يوجد به خطوط متقطعة، لذلك سنقوم بإتمام هذه الخطوط، وهي عبارة عن خطوط منكسرة. هذا الأول هو خط مسترسل، لا أرسمه. أنتقل إلى الخط الثاني. هل رأيتم؟ هذا خط مائل وهذا مائل، عندما يتقابلان يصبحان خط منكسر. أكملوا الخطوط المنكسرة. هكذا، هذا خط منكسر وهذا خط منكسر وهذا أيضا خط منكسر. هكذا أكون أكملت الجزء العلوي من الصندوق. لأقوم بتفسير الخط المنكسر، ننظر. الخط المنكسر ما هو؟ هذا خط مائل وهذا خط مائل ثاني، عندما يتقابلان هذان الخطان يصبحان خطا منكسر. هكذا السهم يطلع إلى فوق، معناتها نعمل خط مائل الأول نطلع به، ومن بعد نحاول نهبط بالخط الثاني، وهكذا هذا الشكل يعد خط منكسر. أحسنتم يا أطفال، أظن أنكم فهمتم. فهمتم؟ نعم، الخط المنكسر. أحسنتم، سنكمل التمرين. سنقوم بإكمال الخطوط المنكسرة. هذا خط وهذا خط. أحسنتم، وهذا خط. هكذا أكون قد أكملت الخط المنكسر. فلنكمل بقية الصندوق يا أطفال. هكذا، أحسنتم. أنا أكمل بسرعة، وهل ترى أنتم تكملون بسرعة؟ أريد أن أسمع أصواتكم يا أطفال. أعلى أعلى. أحسنتم، أكملتم معي التمرين. فلننتقل الآن إلى التمرين الموالي. هذا هو يا أطفال التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين؟ سأتبع الخطوط المتقطعة وأتدرب. إذن سأقوم. التمرين الموالي هو أتتبع الخطوط المتقطعة وأتدرب. كما ترون يا أطفال، يوجد لدينا العديد من الخطوط المتقطعة. ما هو دورنا؟ هو علينا تتبع الخطوط المتقطعة لنتحصل في الأخير على الخطوط المنكسرة. أحسنتم، سنبدأ بالخطوط الحمراء، وأكيدا يجب علينا تتبع السهم. يلزمنا نتبع السهم، هو طالع الفوق، احنا باش نتبعوا السهم متاعنا ونكملوا الخطوط المتقطعة اللي قاعدين نشوفوا فيها لنوصلوا للنقطة هذية. نبدأوا ببعضنا، بدينا من السهم، نعمل خط مائل صغير ونعمل خط مائل، خطوط مائلة، وبعدها خط أفقي، وبعدها خط مائل، وبعدها خط مائل آخر، ثم خط أفقي، ثم خط مائل،
خط مائل، خط أفقي، وهكذا نكون قد تحصلنا على خطوط منكسرة. أحسنتم باللون الأحمر. لننتقل إلى الخطوط المنكسرة الثانية ولكن باللون الأخضر. أكيد سنتتبعوا السهم كما هكا، كما قاعدين تشوفوا فيها. بدينا من فوق حسب ما قال لنا السهم. طيب نبدأ نتبعوا خط مائل، خط مائل، خط أفقي، خط مائل آخر، ثم آخر، ثم أفقي، خط أفقي. وهكذا نكون قد تحصلنا على خطوط منكسرة خضراء. سننتقل إلى الخطوط الموالية، الخطوط الصفراء. سنتبع السهم أكيد. نطلع مع السهم الفوق كما قالنا، ونهبط خط مائل، خط أفقي، خط مائل، مائل أفقي، مائل أيضا، مائل أفقي. هكذا نكون قد تحصلنا على خطوط منكسرة صفراء. أصبح لدينا خطوط منكسرة حمراء وخضراء وصفراء. فلننتقل إلى الخطوط الموالية. نأخذ الخطوط الحمراء أيضا ونتبع الخطوط المتقطعة لنتحصل على خطوط منكسرة. نجمع بين خطين مائلين لنتحصل على خطوط منكسرة. ننتقل إلى الخطوط التي بعدها، ولكن هنا في بدء الأمر سيعطينا الخطوط المتقطعة، ثم يدعونا نكمل الخطوط المنكسرة لوحدنا. لقد أصبحنا يافعين ونستطيع إكمال التمرين لوحدنا. فلنبدأ. أتبع السهم إلى أعلى، ثم خط مائل، خط أفقي، خط مائل، خط مائل أيضا، خط أفقي. هنا انتهت الخطوط المتقطعة. ماذا سأفعل؟ علي باتباع النقاط. سأتبع النقاط. أرسم خطا مائل ما بين النقطة هذه وهذه النقطة. خط مائل. أحسنتم. أنا توا ربطت ما بين النقطة هذه والنقطة هذه، تحصلت على خط مائل. توا إيش باش نعمل؟ باش نربط ما بين النقطة هذه والنقطة هذه باش تحصل على خط مائل ثاني. شفتوا كيفاش تحصلت على خط منكسر؟ باه اش مازال لنا؟ مازالت لنا النقطة هذه والنقطة الكبيرة، باش نربط ما بيناتهم باش يكون خط أفقي. أكملت. توا باش نتعداو للخطوط اللي بعدها، ولهنا عطانا باش نرسمو خط منكسر واحد، لهنا عطانا باش نرسمو زوز خطوط منكسرة. طيب باش نطلعو ننتبعو السهم الفوق، باش نطلعو مع النقاط، نعاودو نهبطو مع النقاط المتقطعة، خط مائل ثم خط أفقي ثم خط مائل. ماذا سنفعل بعد ذلك؟ نعم، هو تتبع النقاط، ربط نقطة بأختها لأتحصل على الشكل الصحيح. هذه النقطة نربطها بالنقطة أختها لمقابلتها، حصلت لك على منكسر. أحسنت، خط منكسر ثم خط أفقي. كل ما علينا أنه نحن نربط النقاط ببعضها فقط. بعد صحيح، نربط النقطة بالنقطة والنقطة بالنقطة الأخرى، ثم النقطة بالنقطة الأخرى. ها قد أكملنا التمرين بنجاح يا أطفال. أحسنتم. نلتقي في درس الخطوط المنكسرة الجزء الثاني. الآن أقول لكم إلى اللقاء.